يعني زائد. عندنا حرف متحرك اللي هو الفوولز، حرف متحرك اللي هو الفوولز، وبلاس بنرجع نكتب حرف ساكن اللي هو سواء كان من الحروف الساكنة اللي حكيناهم او من الحروف الخفيفة. تمام، زي ما حكينا او كتير او ات. طيب هسه بدنا نعمل لها كلمة. تمام، عندنا اسمه حرف السين، شو صوته؟ كا كا. يلا بيشبه تماما الصوت، اسمه حرف الهاء وصوته ان.